اتجوز صاحبه لانه بيحبه، وفضل مصاحبها سنين وما يعرفش انها بنت، ورد فعل صادم منه لما اكتشف الحقيقة وضربه 7 رجالة في نفس الوقت. حكاية شقاوة البنت الولد اللي صدمت كل اللي حواليها. شقاوة بنت من عين شمس، زيها زي اي بنت في الدنيا، كانت عايشة حياة طبيعية لحد ما باباها توفى، وفاة باباها اثرت فيها لدرجة انها قصت شعرها زي الولاد، وخدت اصعب قرار ممكن اي حد ياخده، وهو انها تعيش كراجل مش كبنت، مسمية نفسها شقاوة. وهم 9 اخوات، 5 بنات و4 اولاد. لكن بعد حادثة وفاة باباها قررت انها تصرف على اخواتها، ونزلت تشتغل وتكافح وتتعب، واشتغلت في كل حاجة لدرجة انها اشتغلت في المعمار كمقاول. وقالت شقاوة انها خلال فترة شغلها ما كانش حد يعرف انها بنت، وكانوا بيتعاملوا معاها على اساس انها ولد، فكانوا بيقولوا لها تعالى يا شقاوة، روح يا شقاوة، وهكذا. مش بس كده، ده أهم حاجة في حياة شقاوة هي الجيم، بتنزل الجيم باستمرار وبتلعب ألعاب تقيلة فيها كمال أجسام، وتقدر تضرب 7 رجالة مرة واحدة. شقاوة كان ليها صاحب قريب جدا منها، ويعتبر أعز صاحب ليها، واسمه تامر. تامر كان بيتعامل مع شقاوة على أساس إنها ولد، وما يعرفش خالص إنها بنت، وإنها عاملة لوك الرجالة ده علشان تبان أقوى. وفضلوا متصاحبين سنين على الأساس ده، يخرجوا سوا باستمرار على أساس إنها صاحبه، لحد ما في يوم حصل اللي محدش كان يتوقعه. بالصدفة تامر كان ماشي في الشارع وشاف شقاوة صاحبه، ولقاه متحجب، فسأله إيه اللي انت عامله في نفسك ده؟ انت عامل عاملة سودة ولا ايه؟ فردت عليه شقاوة وقالت له على فكرة انا بنت. قال لها انت بتهزر ولا ايه؟ فقالت له والله انا بنت، وخد شوف البطاقة. وفي اليوم ده طلعوا وخرجوا مع بعض علشان يتكلموا في اللي حصل، وعلشان يفهم فيه ايه. بدأت شقاوة تحكي قصة حياتها الصعبة لتامر، وقصة وفاة باباها، وكونها بتشتغل وبتصرف على اخواتها، وصولا للحجاب اللي قررت انها تلبسه علشان ترضي مامتها الست الغلبانة. وقالت له كمان انها قررت انها تعمل راجل علشان هي رافضة مبدأ الجواز خالص، وطلبت منه كمان انه ما يكلمهاش في جواز نهائيا. فقال لها كده كده مش هحلك، انا كتامر كنت بحبك كده كده كصاحبي. وتمر الايام لحد ما اتخطبوا واتجوزوا لانهم بيحبوا بعض، وتامر انسان غلبان خالص، ومامته وباباه متوفيين حسب ما قالت عنه شقاوة. شقاوة بتحب الجيم اكتر بكتير من تامر، بل هي ملتزمة بيه، انما تامر لا، وكمان عندها عضلات قوية جدا، وده راجع لألعاب القوة.